ما من أجل هذا فروا من الوطن، ولا من أجله ركبوا البحر غير آبهين بالخطر. كان كل طموحهم أرضاً أكثر أمناً وأوسع رزقاً من سوريا المنكوبة. لكن مشاعر المضيف الهنغاري تحجرت أمام وضع اللاجئين السوريين وطموحهم، فأغلقت في وجههم سبيل العبور حيث ينشدون الأمن والأمان. هذه المرة طوقت هنغاريا حدودها مع كرواتيا تماماً كما فعلت مع الجارة صربيا في وقت سابق، فكل سبل اللاجئين للعبور نحوها من أجل إقامة مؤقتة لا أكثر أغلقت بقرار من ساستها، ليرتطم طموح الحالمين بصخرة واقع ليس أقل مرارة من ذاك الذي غادروا من أجله الوطن. ومع ذلك لا يجد اللاجئون بدا من الانتظار، الانتظار في أي شيء كما يقولون عدا العودة إلى بلدهم المشتعل. بدت ألمانيا تجاه أزمة اللاجئين أكثر إنسانية، فهنا يلقى اللاجئون من حسن الضيافة واحترام الآخر كثيراً مما يغيب في هنغاريا وغيرها من دول أوروبا الشرقية. لكن تعاطف ألمانيا لا يعني إلا الفارين من الحرب وليس الهاربين من الفقر مثلاً. لم يعد يعرف هذا من ذاك في خضم فوضى اللجوء، وكثر لا يعرفون لسوريا موقعاً ولا للأزمة أصلاً، ادعوا أنهم سوريون أيضاً أملاً في أن تشملهم مشاعر تعاطف المضيف الأوروبي فيمنحون حق اللجوء. واقع ارتأى معه بعض ساسة ألمانيا من الحزب المسيحي الديمقراطي إنشاء مناطق عبور على الحدود الألمانية. في هذه المناطق يخضع كل الوافدين للتوقيف والتحقيق المكثف ليعرف السوري من غيره، فيعود من لا ترزح بلده تحت وطأة الحرب أدراجه من حيث أتى. إن المفهوم المسيحي للإنسانية هو نقطة والانطلاق، وكرامة الإنسان مقدسة ليس فقط لدى الألمان ولكن بالنسبة للجميع. لكن هذا لا يعني أننا سنوفر المأوى للجميع، سوف نتخذ قريبا مزيدا من التدابير من بينها قرار بتوجيهات من الاتحاد الأوروبي يتعلق بإنشاء مناطق عبور على حدودنا. إن المهاجرين الذين يأتون لألمانيا من أجل حياة أفضل ولا يواجهون خطرا حقيقيا ستتم إعادتهم. مقترح وعدت ميركل بالضغط على الائتلاف الحاكم في بلدها حتى الموافقة عليه، فليس أمام ألمانيا من سبيل لاحتواء الأزمة عدا في وجهة نظرها.